مثل ورد، من الحاجات الشائكة الغير مفهومة اسمه مرض حلو قوي مسكر اللي هو السكر، وهو واحد من السموم، مرض عجيب يصيب الكبير والصغير ومش مفهوم ايه الاسباب اللي بتوصل له. طبعا في بعض الاسباب هي المتداولة اللي كلنا بنتكلم عنها، لكن حقيقي هو من امراض العصر، وبقت العملية تزداد سنويا لدرجة انه بقى في خوف، بقى زيه زي بعض الامراض والاوبئة اللي بتصيب الامم. الحقيقة معانا حد ليس فقط دكتور وحسب، ليس فقط متخصص بالاعشاب وحسب، انما ذات خبرة يعتمد عليها ونثق بكلامه لانه مبني على حقائق. وانا الحقيقه ما بسيبوش، يعني بفضل اعصره عشان اطلع كل المعلومات القيمه اللي هو يتمتع بها. حديثنا عن السكر، واسمحوا لي اني ارحب بضيفي اللي بيسعدني جدا اني اشوفك. احنا كل انترفيو بتاعتنا بتبقى ترند، يعني بتبقى كم مليون دخل عندك دكتور احمد ابو النصر؟ كم مليون؟ حوالي تقريبا مليون مشاهده للحلقه بتاعت الاسبوع اللي فات تقريبا، يعني ما شاء الله مليون مشاهده. أنا معجبة جدا دكتور أحمد أبو النصر، ليس فقط بعلمك وخبرتك، بطريقة شرحك للناس يعملوا إيه ويستفيدوا إزاي من حاجات بسيطة. أنت كريم، يعني الحاجة اللي أنت بتقولها دي ممكن الواحد إنه يحتفظ بيها ويعمل منها شغل في الأقسام الكبيرة اللي موجودة عندك، لكنك أنت بتديها مجانا للناس. عرفني إيه السكر ده؟ إيه مرض السكر ده؟ هو مبدئيا اولا الجميل في حلقاتنا هو مدام مادلين، مش بعد الشر عن يجيلي السكر بقى. لا لا ربنا يحفظك، يعني انا بقول الجميل في الحلقات حبيبي انت يا دكتور مدام مادلين هي اللي مخليه الحلقات لها طعم وروح تاني. طبعا في النهايه احنا بنقدم معلومات طبيه تقيله صحيح للناس في قالب بسيط كده وسهل، ويمكن احنا بنقول اما باجي مع حضرتك او بكلم سيادتك قبل الحلقات اللي احنا جايين بنتكلم مع بعض، مش جايين بنعمل حلقه طبيه، لا احنا بنتكلم يعني كاننا كان حضرتك في العياده بتتكلمي مع الدكتور بتاعك بيشرح لك يعني، لكن مش حلقه طبيه والسكر تعريفه وكذا لا ما فيش الكلام ده، احنا بنتكلم بهدوء وبراحه وبنعلم الناس بجد صحتهم بشكل مبسط يعني. طيب الاحصائيات مزعجه جدا، يعني الاحصائيات الاخيره بتقول ان احنا عندنا في مصر 12 مليون مريض سكر و12 على الباب، اللي احنا هنشرح النهارده يعني على الباب ان شاء الله النهارده. والاحصائيات بتقول ان تلت الشعب السعودي عندهم سكر، وتلت مستني، يعني السعوديين حاجه و30 مليون تلتهم بالفعل عندهم سكر، وتلت على الباب، والتلت اللي هم الاطفال الصغيرين مستنيين ان هم يكبروا هم كمان ويجي لهم سكر. انت عارف بتقول كلام خطير. طبعا ومرعب. ارقام مرعبه، يعني ارقام. وبعدين السكر زي ما هنشرح النهارده هو مش مرض، ده بسم الله ما شاء الله، يعني احنا النهارده بس في امراض مقاومه الانسولين هنشرح او هنقول لسته من 20 مرض هتفاجئ الجميع، لكل دول سكر والناس ما تعرفش يعني. يعني هو انواع، يعني السكر مش سكر. لا امراض مرتبطه بيه، هو طبعا السكر نوعين. نوعين. اللي هو بيسموه السكر النوع الاول والنوع الثاني، الفرق بين الاثنين بكل بساطه؟ ان السكر النوع الاول احنا في عندنا غده اسمها غده البنكرياس. مسؤولة عن إفراز هرمون اسمه هرمون الأنسولين، الهرمون ده وظيفته اللي هو ينزل السكر في الدم زي ما هنشرح النهارده بالمعدلات اللي هنقولها النهارده، ويخليه في المعدل الطبيعي. لو الهرمون ده ما عادش بيطلع أصلاً، الغدة فشلت في الإنتاج، ما عادتش بتطلع سواء بسبب جهاز المناعة بيهاجمها وبيعمل فيها التهابات زي حلقة الروماتويد، فاكرة ما كنا بنقول الروماتويد جهاز المناعة بيعمل التهابات في المفاصل، جهاز المناعة برضه ممكن يعمل التهاب مزمن في الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس ويخليها ما تنتجش أصلاً أنسولين. بنسمي النوع ده من السكر سكر النوع الاول، او بنسميه مجازا سكر الاطفال لانه بيكون في الاطفال اكتر، فسموه سموه سكر الاطفال او بيسموه السكر النوع الاول. تبقى مشكلته انه في مشكله ما في البنكرياس، ما عادش بينتج اصلا انسولين اصلا بيطلع. بس انت يعني عشان تعرف انا عندي بيبي وعنده سكر اعرف ازاي؟ اعراض الولد عرض. بيخش الحمام كتير جدا، بيشرب ميه كتير جدا، مش طبيعي، شبه اغماء بيجي له من وقت للتاني، فبتبقى ريحه الاسيتون بقى طالعه وكده، فبيروح للطبيب خلاص. هو الاعراض دي واضحه جدا، دي اعراض السكر يعني، فالطبيب بيحلله اما تحليل البول العادي او تحليل الدم يلاقي السكر عالي جدا. ساعتها بيروح للطبيب ويكتب له الانسولين بتاعه اللي هو
اللي بتاخد مع الوجبات واللي بتاخد بالليل قبل النوم. ده بالنسبه للسكر النوع الاول. اللي هو السكر واحد. النوع الاول. السكر النوع الثاني. السكر النوع الثاني بقى الانسولين شغال وكل حاجه. بالعكس انا عاوز اسال حضرتك سؤال مهم جدا، انا اسال حضرتك يا مدام مدلين. يلا بينا. ايه هي معلوماتك عن السكر يا مدام مدلين؟ انا معلوماتي ان هو مرتبط بالسمنه. لا لا، يعني ايه سكر اصلا؟ إيه؟ انت ايه اللي تعرفي عن السكر؟ اللي انا اعرفه ان هو طبعا عارفه ان البنكرياس هو مسؤول عن حكايه فرز الانسولين اللي هو الهرمون، واي لخبطه في البنكرياس ممكن يسبب ده، ولكن ايضا الجانك فود والاكل الغير متزن والدسم اللي احنا غرقانين في مأكولات محروقة، كلها دي واحدة من الأسباب اللي بتخلي زي ما انت قلت انه في السعودية، وعندنا احنا عندنا والسعودية اكبر نسبة. طيب لا انا خليني اوضح السؤال اكتر لحضرتك. ده اللي انا فاهماه في لا لا خليني اوضح السؤال اكتر لحضرتك. طبعا احنا متفقين مرض السكر زي ما حضرتك عارف اكيد اللي هو ارتفاع السكر في الدم. هل احنا في مريض السكر النوع الثاني هل بنحب ان احنا نزود له الانسولين ولا نقلله ولا زياده ولا قليل، ولا انت تعرفي ايه عن الموضوع ده؟ معظم الناس فاكره ان انا في حاجه. برافو عليك، انت دخلت صح. هو انا جاي لك، انا عاوز اشيل النقطه. مش فاهمه غلط في النقطه. ايوه السكر النوع الثاني يا جماعه او سكر البالغين، نسميه سكر البالغين، هو عباره عن ارتفاع السكر في الدم وارتفاع الانسولين. يعني الانسولين كتير والسكر كتير، مش بس ارتفاع السكر في الدم. وانا بتضايق جدا جدا لما بلاقي المرضى جايين يقولوا احنا عاوزين حاجه ترفع الانسولين بتاعي. مش فاهمين ترفع ايه، ده انت اصلا عندك مشكله بسبب ارتفاع الانسولين. ده اللي انا ايه اللي بيخلي الانسولين يرتفع؟ حلو، جميل جدا، جميل. الله، سؤال جميل خالص خالص خالص. احنا كده ماشيين مع بعض برتم الايه الحلقات زي ما احنا عاوزين. في حاجه بس عاوز اقولها قبل ما ادخل في التفاصيل بتاعه السكر، ان مرض السكر ده مرض قديم، مش مرض جديد ولا حاجه، بس هو ما كانش موجود قبل 100 سنه بالمنظر الرهيب الشنيع ده. مفيش الكلام ده. وكان اشهر واحد مات بمرض السكر وتشخص بمرض السكر، والاطباء العرب زمان شخصوه بمرض السكر، هو الخليفه هارون الرشيد. يعني كان معروف هارون مات بمرض السكر، معنى كده انت بتتكلم في مرض قديم جدا 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 جدا، وكان الاطباء العرب زمان كانوا بيعرفوه عن طريق اللي هم كانوا بيخلوا المريض اللي هو يعمل بول، وكانوا بيلاحظوا ان النمل بيتجمع حوالين البول بتاع المريض ده. فكانوا يعني هو ايه اللي بيخلي النمل يجي ناحيه البول بتاع المريض ده؟ فيعرفوا. فعرفوا بعد كده اللي السكر ما بينزل في البول بعد كده، وطبعا بيحصل له البول بقى بيطير الميه بتاعته ويبقى الكريستالات بتاعه الجلوكوز، هنا بقى بيروح النمل عشان ياكل الايه الكريستالات. وبعد كده بقى عرفنا بالايه في العلم الحديث، عرف بقى فهم بالتفصيل قصه السكر. نرجع للسؤال الاساسي اللي هو ايه اللي بيخلي السكر يجيني. حلو. انا اما باكل نشويات. النشويات دي عباره عن ايه؟ السكر الابيض، العيش، الرز، المكرونه، اشباه الحاجات انت مش متخيل فيها سكر بس هي فيها سكر بالهبل، زي الفركتوز واللي بيكون موجود مثلا في الكاتشب، البيبسي، الكلام ده. اما باكل كل الكلام ده جسمك بيطلع هرمون اسمه هرمون الانسولين كرد فعل عشان خاطر ينزل السكر في الدم. ايوه، ينزله لكام بقى؟ ده السؤال المهم جدا. طيب خد بقى المفاجاه دي، كان ناس كتير ما تعرفش القصه دي. انت تعرف تركيز السكر في الدم كام؟ جرام لكل لتر دم. جرام لكل لتر دم. ايوه، يعني الستة لتر بتوعنا دول، خلي بالك احنا عندنا في جسمنا 6 لتر دم، صح كده؟ والله غلطان. المعلومه دي معلومه معظم الناس تعرفها، اللي احنا عندنا 6 لتر دم. يعني في ال 6 لتر دم ده هم اللي ماشيين في الجسم كله، عندي 6 جرام معلقه صغيره سكر. لك انت تتخيلي تاني عشان بس الناس تعرف حجم المأساه. بص انت خلطت حاجتين مهمين. حجم المأساه. انت جسمك ده، دمك ده ماشي فيه كله على بعضه كده من اوله لاخره 6 لتر دول معلقه صغيره سكر. حلو. يعني ما قلتليش خلطت ايه؟ اتكلمت عن الكاتشب انا مش عايزاه، وعن المشروبات الروحانيه مش عايزاه، بس عيش. حلو. عيش ازاي؟ هنشرح نقوله. لا لا هنشرح نقوله ان شاء الله. فانت عندك جسمك اول ما بتقوم من النوم، بسم الله الرحمن الرحيم عشان افطر، بطاطس، عيش، فول، بغض النظر يعني. وبعدين بعد كده طبعا لازم بيبسي الصبح يعني.
في وبعدين لازم اشرب شاي واحبس، لازم مع الشاي بقى سكر كمان. واخواتنا مثلا في السودان، يعني انا يعني قعدت فتره في السودان مدام مدلين، يعني السودانيين بس ما شاء الله بيحبوا يحطوا سكر كتير قوي في الشاي، يعني هو لازم يحط يعني معالق كتير قوي قوي في الشاي، ولازم يقع له معلقتين بره عشان يعني يحس اللي هو وصل لمرحله التكييف في السكر يعني. وبعدين ده غلط كله، تلاقي نفسك فاطر بس بما يعادل او بما يوازي 20 معلقه سكر بس، فطار بطاطس عيش سكر 20 معلقه سكر. بنكرياسك الغلبان عنده امر من الجهاز العصبي المركزي، بنكرياسك غده البنكرياس، كل متر جرام، ان هو عاوز يحافظ على معدل السكر في الدم. لو سمحت يا بنكرياس، الاخ اللي كان 20 معلقه سكر دول بما يوازي، ما كل ده بتهضم في الاخر بيتحول كله جلوكوز. يعني انت هضمت العيش البطاطس، ما هو احنا قلنا النشويات بقى عيش وبطاطس ورز، كل الكلام ده انت هضمته وحولته لجلوكوز. فانت خدت 20 بما يوازي 20 معلقه جلوكوز. هو الجسم بيقول يعني جهاز عصبي مركزي بيقول للجرس لو سمحت انا عاوز من ال 20 معلقه دول لو سمحت معلقه واحده بس في الدم. طب اديني المعلقه، اديني وخد اكل ايه؟ اكل وخد اكل عيش مثلا، اكل 200 عيش، ما انت لازم تديني. لا حاضر، هنشرح مش هاكل سكر. لا حاضر، لا قبل هذا الكلام، قبل هذا الكلام لازم نوضح للناس الوضع ماشي ازاي. انا دلوقتي عندي 20 معلقه سكر فطرت بيهم غلط، وفي الغداء 10 12، ولازم بعدين بعد الغداء كمان لازم الديزرت، يعني لازم الحلويات، ما اقدرش، لا لازم اهضم الالم الكبير اللي هو الحلويات. وفي العشاء لازم برضه نفس القصه، لازم برضه 10 12 معلقه. فانت بتتكلم في اليوم كله داخل لك 40 50 معلقه سكر، هو جسمك كله كل اللي هو محتاجه من هذا الكلام حاجات بسيطه جدا. فجسمك بيضطر اللي هو يعمل ايه؟ اللي هو يفرز هرمون اسمه هرمون الانسولين، عشان يقدر اللي هو ينزل معدل السكر في الدم لمعدل كام؟ احنا قلنا جرام 6 جرام جرام لكل لتر دم، او 6 جرام في اللتر في ال 6 لتر دم، والباقي بياخده الباقي بياخده بيوديه فين بقى؟ جزء منه بيدخل الخلايا يتحرق، وبعدين حرقنا الحمد لله، الحمد لله كلنا وشربنا والخلايا الحمد لله استكفت يعني. بيبتدي هرمون الانسولين ياخد الزياده من السكر ده ويبتدي يحولها للاسف لدهون. ايوه، هنا بقى تبتدي الدهون تتراكم فوق الكبد فتعمل لك الكبد الدهني، تتراكم على الشرايين فتعمل لك تصلب الشرايين، تتراكم في بطنك فتعمل لك بقى السمنه والكرش، تتراكم عندك من تحت فتعمل لك السمنه اللي من تحت طبعا بتاثير كمان هرمون الاستروجين. المصيبه ان ارتفاع هرمون الانسولين بيعقبه كمان انخفاض في هرمونات اخرى. الانسولين لما بيطلع بكميه كبيره عشان يقدر اللي هو يغطي الماساه اللي انت عملتها فيه، هو غصب عنه يعني، هو الانسولين طلع بكميه كبيره جدا من الجسم عشان خاطر اللي هو ينزل السكر في الدم لمعدل 1 جرام لكل لتر دم، هو عنده امر كده. المشكله ان الانسولين بيزيد جدا بيقلل هرمونات كتيره جدا قصادها، ما هو هما بيزيد قصادها في حاجات بتنزل. الاذيه كبيره. انت بتحب كدكتور وكاخصائي انك تشرح للناس طبعا ايه الاسباب؟ احنا الاسباب لا شك انه احنا دلوقتي اخذنا فكره ولو وجيزه، لكن المهم عندنا التطبيق. انا ست صحيت الصبح عايز اكل فول، من حقي اكل عيش قد ايه؟ لاني مش هعرف اكل فول من غير عيش، عيش فيه سكر. لا، هو انا عاوز اقول لحضرتك على نقطه مهمه جدا. اتفضل. في نقطة العيش، احنا الموضوع بتاع الفطار والغداء والعشاء، مشكلة الناس العظمى في العيش والمكرونة والرز، وأضف إلى ذلك اللي هي الأغذية الحديثة بقى، يعني احنا بنعتبر السكر الأبيض من الأغذية الحديثة، كان من قبل 100 سنة فاتت ما كانش السكر الأبيض ده موجود أصلاً، هو اختراع أصلاً حديث، اخترع في الهند يعني. من يوم ما يعني المصيبة السوداء المقندلة دي دخلت على الناس مدام مدلين، والناس مش حاسة هي بتعمل إيه، مش حاسه هي بتشرب ازاي ولا بتاكل ازاي سكر. يعني انا عاوز اقول لحضرتك الحاجه، علبه الكنز بتاعت المياه الغازيه للناس، وجود البيكربونات الصوديوم او الكربونات في المياه بتاعت المياه الغازيه بتخليك ما تحسش بالسكر اللي انت خدته. لك ان تتخيلي ان مع الكنزيه دي لوحدها فيها مثلا مش اقل من 10 معالق سكر صغيرين بدون ما هي تدري. هي صعبه، هي بدون صعبة. ما تدري يعني هي كده، معلش هنقولها، انه اللي بيبقى بيحب السكر ده ادمان. هل هو ما بيقدرش الا انه ياكل ويشرب السكر ده؟ هل هو ادمان؟ مش مساله ادمان، مساله انت ده لايف ستايل، انت عودت جسمك على كده. يعني انا بقوم الصبح باكل كده وبتغدى كده وبتعشى كده، وفي الاخر بنقول الامراض دي جات لنا مين؟ طب تعالى ما افاجئك بلسه امراض انا كاتبهم عندي، 21 مرض
من الامراض المشهوره بسبب الطريقه دي في الاكل، اللي هو طريقه اكل النشويات بهذا المنظر. هنحل الموضوع ده زي ما احنا متفقين في حلقه النهارده، هنقول للناس نعمل ايه في القصه دي. واحد، ارتفاع ضغط الدم. ضغط الدم والاكل السكريات مرتبطين ببعض. ما تقولش او ما تتخيلش ان ضغط الدم والسكر دول مرضين، هم مرض واحد يعتبر. بس ارتفاع ضغط الدم، انا اللي اعرفه انه حد ارتفع ضغط دمه او بيدوا له حاجه مسكره. وده كله غلط. يا دي النيلة. طب هو ضغطه عالي يديله حاجه مسكره؟ هم معظمهم ما بيبقى واحد، اي حد دايخ، الناس متعوده اللي بيبقى دايخ بيدوله حاجه مسكره عشان يفوقه. وانا عاوز اقول لحضرتك على نقطه، يعني هو احنا عندنا غيبوبه السكر نوعين، يعني غيبوبه الانخفاض وغيبوبه الارتفاع. يعني هو بيغمى عليه، انت ما انتش عارف ده عنده انخفاض ولا ارتفاع ولا ايه. هو الصح يعني زي ما انا شفت حتى في امريكا بيعملوا كده، اصل انت ما انتش طبيب ولا انت فاهم انت تتعامل معاه ازاي. تعمل ايه؟ اديله حاجه مسكره فعلا، لان ممكن تكون دي غيبوبه انخفاض، فغيبوبه الانخفاض بتقتل. انما لو غيبوبه ارتفاع ما بتموتش، حتى لو خد حاجه مسكره هو كده كده هيرجع يفوق، ساعتها هيتنام على المستشفى. انه وقت الحلقه كله نتكلم فيه عن المشاكل اللي هو بيسببها السكر ولا عن العلاج؟ لا هنتكلم عن العلاج طبعا. لا هنتكلم عن العلاج. انا بس عاوز اقول للناس واوضح لهم لسته امراض هو متخيلين. امراض كثيره. متخيلين هو مرض واحد، ارتفاع سكر في الدم او ارتفاع السكر الصايم زي ما احنا هنقول في الارقام، هنناقش الارقام، عن 85. ودي حاجه انا بدعو لكل الناس في حلقه النهارده مدام مادلين، روح حلل سكرك الصايم وحلل هرمون الانسولين. زي ما هنشرح النهارده لازم سكرك الصايم يكون تحت ال 85، ده الايديال. ال 83 ده الرقم المثالي زي ما بيقولوا. ولكن خلينا نقول بس لسته الامراض المرتبطه بارتفاع الانسولين او مقاومه الانسولين، بمعنى ادق لو هنتكلم بدقه شديده جدا طبيه، مقاومه الانسولين، الامراض المرتبطه بمقاومه الانسولين. ضغط الدم، السمنه، متلازمه تكيس المبايض عند البنات وعند السيدات، تصلب الشرايين طبعا، الحموضه المزمنه، التوتر العصبي، التهاب المفاصل، حساسيه الصدر، الميه البيضاء في العين، انهيار مخزون الكروم والبوتاسيوم وكمان عنصر النحاس، نقص هرمون النمو زي ما شرحنا في الحلقات اللي فاتت. ما احنا قلنا هرمون النمو ده وظيفته اللي هو يصلح لك جسمك، هرمون الانسولين لما بيزيد قلنا هرمون زي هرمون النمو اللي بيصلح المفاصل بيقل جدا. الاكتئاب، ارتفاع الدهون الضاره زي الدهون الثلاثيه والدهون منخفضه الكثافه، حساسيه الجلد، حصوه المراره والكبد الدهني، دمار بروتين الجسم والشيخوخه المبكره، ارتفاع الدهون الثلاثيه، الصداع المزمن، نقص الكالسيوم من العظم والسنان، ضعف النظر، وحاجه مهمه جدا اسمها ضبابيه التفكير. خلينا، انا عارفه انه كل دي اذيه وضرر من السكر. خلينا نبتدي نفكر في حلول. طيب الحل للصنف الاول، لانه احنا قلنا في نوعين، وللنوع الثاني. مين الاشرس؟ الثاني هو الاشرس. هو احنا بنتكلم، هو النوع الاول خلاص هو طفل صغير لازم ياخد الانسولين، لان خلاص هو الغده ما عادتش بتطلع انسولين اصلا. بس سؤال، انت عالجته بيتعالج ولا لا؟ في بعض الاحيان ممكن يتلحق لو الاضطراب ده معروف ليه سبب محدد جدا. يعني احنا في بعض الاحيان بيجي لنا الطفل الصغير بيكون عنده اضطراب، الاضطراب ده مصاحب ليه كسوف الغده الدرقيه، بيكون مصاحب ليه امراض ثانيه بتبقى معروف السبب واضح جدا ان في عنده اضطراب هرموني ادى لانخفاض نسبه الانسولين، ده بيتلحق ممكن في بعض الاحيان. ممكن في بعض الاحيان ممكن ما يتلحقش طبعا ولازم ياخد الانسولين، خلاص القصه انتهت. يبقى الى الابد؟ طبعا للابد، لغايه هم الايام اللي جايه دي في امل كبير جدا في القصه بتاعت الخلايا الجذعيه ان شاء الله. يعني خلاص يعني بيخلصوا الابحاث بتاعتها. الخلايا الجذعيه عشان نشرح للناس، بياخدوا من الدم ويحولوها لخلايا بيتا اللي بتنتج هو ده هو ده. طب ده في امل كبير طبعا، لكن الاعشاب وسر معرفه الاعشاب عند الدكتور احمد ابو النصر هو اللي يهمني اعرف انا اعمل ايه، اخفف. حلو. اعالج. حلو. احنا عندنا، احنا اتفقنا خلاص انت حصل للمريض زياده جدا في الانسولين بتاع الدم بسبب زياده انسولين الدم مع الوقت، حصل تراكم للدهون حوالين الاعضاء الرئيسيه زي الكبد، وحصل حاجه اسمها دهون الكبد. نتيجه دهون الكبد ما عادش الانسولين اصلا مؤثر، ما عادش خلاص جايب نتيجه. فبنسمي القصه بتاعت ما عادش جايب نتيجه الانسولين دي بمقاومه الانسولين. انت عشان ترجع للانسولين حساسيته زي زمان وبتقلل المقاومه دي، لازم وحتما ولابد تغير النظام الغذائي بتاعك شويه.
لازم 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 تمنع اكل النشويات لفتره. لازم. جماعه في الغرب في السنتين اللي فاتوا نشروا دراسات كتيره جدا عن نظام غذائي اسمه النظام الكيتوني. كيتوني؟ طبعا هقول لحضرتك ليه سموه النظام الكيتوني. بعض الناس معترضين عليه وانا ضد هذا الاعتراض كليه كليه. انت موافق عليه؟ طبعا. هتلاقيه كله اعشاب. لا مش مساله اعشاب، هو مش قصه اعشاب ولا حاجه، هي قصه النظام الكيتوني اللي انت بتمنع النشويات في الجسم تماما، تمنع اكل النشويات. ليه؟ ليه احنا بناكل بنمنع اكل النشويات؟ انا هقول لحضرتك على حاجه. احنا في عندنا في علم التغذيه وعلم البايوكيمستري او الكيمياء الحيويه، احنا عندنا حاجه اسمها دهون اساسيه، يعني ما ينفعش عيش الا ما اخدها. وعندنا احماض امينيه اساسيه او بين قوسين يعني بروتينات اساسيه، يعني لو ما اكلتش حته اللحمه مع الوقت مع الفراخ مع الوقت او فرخه لا ما ممكن اموت، او فول محتاج انا بروتين. لكن ما فيش عندنا في الطب حاجه اسمها نشويات اساسيه. يعني انا لو امتنعت عن اكل النشويات لفتره مش هموت، لو امتنعت عن اكل العيش لفتره والله مش هيجيلي حاجه. مش طب والمزاج؟ ما فيش علاقه ما بين العيش والمزاج؟ لا ما انت بنسحب هذا الكلام وبنوقفه تدريجيا مع الاشراف الطبي، بحيث ان المريض جسمه يرجع يخلي الانسولين بتاعه فعال زي زمان. انت وصلت لمرحله الانسولين بتاعك ما عادش جايب نتيجه، جسمك بينتج انسولين بالهبل بس ما فيش نتيجه بسبب حصل مقاومه عنيفه جدا للانسولين ده. فانت جسمك لازم عشان تعالج الموضوع ده تمنع النشويات نهائيا. طب اما انت بتمنع النشويات نهائيا ايه اللي بيحصل؟ خلاص جسمك انت منعت النشويات، ما عادش تاكل عيش ولا رز. ايوه هو ده اللي انت كنت بتقوله. انا عايزه نحدد انت بتقول ايه بقى. نشويات تقصد ايه؟ عيش رقم عيش واحد، ورز ومكرونه. مكرونه خلاص ما عدتش باكل سكريات خالص، زي حتى السكريات اللي موجوده في الفواكه، انواع معينه من الفواكه بس اللي مسموح عليها زي الافوكادو وزي الفراوله وزي التوت فقط لا غير. دي بس انت جبت الاصعب والاقل والاغلى. افوكادو وفراوله وتوت. فراولة لا بس الفراوله موجوده طول السنه لما تلاقيها دلوقتي. الفراوله؟ طب خلاص بقت موجوده طول السنه في مصر عشان التلاجة. ده مسموح اني اخد فراوله؟ مفيش مشكله، فراوله وافوكادو وتوت بنسب معينه، بحيث ان انا اخلي نسبه النشويات لا تتعدى من 5 لـ 10%، ونسبه البروتين بتاعتي حتى نسبه البروتين لا تتعدى من 25 لـ 30% في اكلي. لان انا لو زودت نسبه البروتين عن هذه النسبه برضه تحول النشويات، ما عملناش حاجه جسمك بيحول النشويات. بحيث ان نسبه الدهون في جسمي تبقى هي الباقي، تقريبا حوالي 60% من اكلي يكون دهون. اما انت بتمنع النشويات في الجسم خالص بيبتدي جسمك اللي هو يدور، طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ طب انا ده ما عادش، طب بيفرز بقى اهو. لا بيعمل حاجه، بياخد الدهون اللي انت حضرتك خزنتها وبيقوم يحرقها في الكبد، ونتيجه حرق الدهون في الكبد دي يطلع منها حاجه اسمها اجسام كيتونيه. فالاجسام الكيتونيه دي بتغذي الخلايا زيها زي بالظبط الجلوكوز بتاع الدم، زي الجروس اللي قلت عليه. أيوة. جروس هرمون. هو الجروس هرمون هنا بيطلع لان انت قللت الانسولين جدا. يعني انت هي القصه قصه يا جماعه، انت طالما هرمون الانسولين عالي باكلك للسكريات كتير، باكلك للنشويات كتير، باكلك للبروتين كتير جدا، قصادها اللي بيحصل ان هرمون النمو بيقل جدا. والاهم من هرمون النمو، الاهم ده اللي انا عاوز اتكلم فيه بقى، هرمون الذكوره. كل ما انت بتاكل سكريات كتير كل ما هرمون الذكوره بيقل جدا. كمين. مع طبعا. لان هرمون الانسولين وهرمون الذكوره لا يتفقان. لا 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 ما يطلعوش. بص انت الحلقه دي قاسيه جدا على الناس. انا اولا عايزه اوجه تحيه كبيره لماجده نور الدين الاعلاميه الكبيره ومرات الله يرحمه سامي العدل، هي من الناس اللي بتقعد تتفرج علينا على راسي. وعلى ما يبدو انه المحل اللي انت حاطط فيه الاعشاب الطبيه المختلفه والمفيده جنب بيتها على راسي. فهي الحلقه دي انت هتتفرسي وتضايقي قوي يا ماجده، لانه ما فيش عيش، ما فيش رز، ما فيش مكرونه، ما فيش سكر، ما فيش الفاكهه اللي اكتر الفاكهه كلها مسكره. يعني الافوكادو فقط مسموحه معانا. لا اللي مش مسموح اللي هو فيه سكر كتير. كله حرام عليك. موز، تفاح، انا عايش على طيب التفاح. هذا الكلام هذا الكلام يا مدام مدلين، احنا مش بنقول هذا الكلام طول العمر. بمعنى دايما السؤال ده انا بتساله لما انا بيجي لي المريض عنده سكر الدم ويجي يتعالج. خلي بالك انت النظام الكيتوني طبقا للدراسات وطبقا اللي انا شفته مع المرضى، لا بيعالج السكر بجد خالص، بجد بجد معنى كلمه بجد، يعني خالص تخلص من الموضوع. بس المريض دايما بيسال سؤال مهم جدا، هو انا هفضل طول عمري على هذا النظام؟ صح. مين اللي قال لك هذا الكلام؟ مين قال لك ان انت تفضل طول حياتك على الحميه بتاعت الكيتو؟ لا طبعا. محروم من العيش؟ لا طبعا. لا احنا هنعمل هذا الكلام حد ادنى 6 شهور، قد تصل بينا لـ9،
بس يعني حد ادنى 6 شهور لغايه ما جسمك يبتدي يعالج مقاومه الانسولين نهائيا. وهذا الكلام خلي بالك بيتعمل بمحظورات معينه. بمعنى مين اللي محظور عليه يعمل هذا الكلام؟ النظام الغذائي ده ممتاز جدا، فعال جدا في علاج السكر، خلاص مشروع عنه دراسات بتؤكد اللي هو فعال جدا في علاج السكر والامراض اللي احنا ذكرناها في حلقه النهارده. ولكن هذا النظام ما ينفعش مع المرضى اللي عندهم حصوا على المراره. يعني انا ممكن قبل ما انا اتبع هذا النظام اروح اعمل سونار على البطن والحوض عند طبيب الاشعه واطمن ان بطني او الاشعه بتاعت السونار بتاعت بطني مفيش الدكتور بيقول لي اللي احنا عندنا حصوه على المراره. يبقى مريض حصوه المراره يمتنع عن هذا النظام لحين علاج الحصوه بتاعت المراره، سواء اللي انت تعالجها طبيا او اللي انت تستأصلها. هذا رقم واحد. رقم اتنين، ما ينفعش مع المريض اللي عنده فشل كبدي، ما ينفعش مع المريض اللي عنده فشل كلوي، ما ينفعش مع الحامل، ما ينفعش مع المرضعات. 5 دول ما ينفعش معاهم الحميه بتاعت الكيتو. ولكن ما دونهم طبعا. ومريض، انا اسف، ومريض السكر من النوع الاول اللي احنا قلنا عليه في اول الحلقه اللي هو الانسولين. حميه الكيتو مثلا عشان اوضح للجمهور، اللي انت بتعملها للي مريض السكر ولا اللي هو صحه السلامه؟ يعني انا اعمل اللي انت بتقول عليه؟ لا، انت عاوز السلامه. هتقلل لي النشويات جدا، اللي احنا بنسميه نظام غذائي اللي هو لو كارب منخفض النشويات، وده الصح اللي لازم يتعمل لنا اصلا. عشان دايما يكون انت عاوزك من وقت للتاني من وقت للتاني تروح تحلل تحاليل مهمه جدا لصحتك، تحليل الانسولين الصايم وتحليل السكر الصايم. بصي، لازم نفهم الناس الارقام ده، مدام ليه مهم جدا. انت لما بتروح تحلل في المعمل السكر الصايم، المعمل بيقول لك والله احنا لغايه 110 طبيعي. لغايه 110 طبيعي، بس المثالي تحت ال 85، من 70 ل 85. وده الكلام ده في اللي بيعلموه لينا في امريكا. هتخليني اعمل فحص ده؟ روح اعمل السكر الصايم، ده مهم جدا. الصايم هو بيتعمل مرتين، بيتعمل مهم بعد جداً. الاكل كده. طبعا تعملي صايم وفاطر، بس الصايم ده بالنسبه لنا ليه دلاله خطيره خالص. يعني احنا عاوزين يا جماعه دايما سكرنا الصايم تحت الايه؟ تحت ال 85. ليه بقى؟ ليه؟ قال لك لان البنكرياس عند 83 ما عادش بيطلع انسولين. احنا عاوزين قدر الاستطاعه يا مدام مادلين ان الانسولين يكون قليل جدا والسكر قليل جدا، لان احنا عاوزين اقل كميه ممكنه من الانسولين. تمام. تخفض سكر الدم بتاعك، مش عاوزين الانسولين يعلى، لان اذا على الانسولين وارتفع عمل مصايب. اقل حاجه يعملها يعمل تصلب في الشرايين، لانه بياخد الزياده من الجلوكوز وبيحولها للدهون في الشرايين بتاع الدم. اردت ان تطاع يا دكتور احمد ابو النصر، تطلب المستطاع. ما المستطاع سهل جدا. تطلب حاجه هتكون في غايه الصعوبه، عمليه انك ما تاكلش نشويات. لا، احنا بنقول يا مدام مجلين، احنا بنقول هذا الكلام. انا جالي سكر. نعم. طب انا هسالك سؤال، انا دلوقتي مريض سكر نوع تاني، امشي على نظام غذائي وعالج الموضوع ولا امشي بالادويه طول العمر؟ لا، عندك حق. هي طب بلاش كده، كل الادويه اصلا اعراضها جانبيه خطيره جدا. طب الحاجه اللي انت نصحتني وانا عملتها اللي هي 16 ساعه صيام على الميه وعلى مشروبات بسكر سكرين. طيب تمام، ده ممتاز جدا. دول بدون مش بينضف لي الدنيا؟ طبعا طبعا. انت هنا بتستخدمي نظام غذائي اللي هو نظام الصوم المتقطع، وده موصي بيه جدا عشان خاطر انا ما يحصليش مشكله في جسمي. طب احنا عاوزين نطمن ان النظام الغذائي اللي هو بتاع الصوم المتقطع ده جايب نتيجه وانا صحتي تمام وبومبو زي الفل، اعمل ايه؟ واحنا قلنا نروح نحلل تحليل الانسولين صايم وتحليل السكر الصايم. عاوزين السكر الصايم يكون تحت ال 85، وعاوزين الانسولين الصايم يكون اقل من 5، ده الطبيعي. طب خدي بقى المدارس في امريكا بتقول لك اقل من 3. وهنا خلي بالكم يا جماعه نقطه مهمه جدا جدا جدا، لو سمحت اما انت هتروح تحلل التحليل بتاع السكر وتحليل الانسولين هتلاقي قدامك في المعمل مكتوب حاجه اسمها المعدلات الطبيعيه. مالكش دعوه بالمعدلات الطبيعيه بتاعت المعمل، في بعض الاحيان بتكون مكتوبه بطريقه مش صحيحه. احنا بنفرح لما نلاقي انه والله انا طبيعي. لا، احنا عاوزين نحافظ ان ما تبصش على الارقام بتاعه المعدلات. 85، عاوزين تحت ال 85. تحت ال 85 بالنسبه للسكر الصايم ده الايديال الممتاز المثالي. طب الطبيعي في الطب لغايه كام؟ الطبيعي احنا عندنا حاجه اسمها المثالي في الطب، حاجه اسمها الطبيعي وحاجه اسمها المقبول. واللي مش مقبول بقى اللي هو فوق مش مقبول بتاخد دواء. المثالي تحت ال 85، بروح حلل السكر الاقيه تحت الايه؟ الصايم. انا بتكلم سكر الصايم 8 ساعات تحت ال 85، ده المثالي. ومن غير ميه كمان اعتقد الصيام ده؟ لا، ممكن تشرب ميه عادي. لا عادي طبعا. لا عادي. احنا مشكلتنا بس في الاكل. تحت ال 85 ده الايه؟ ده المثالي. طيب
الطبيعي لغاية 110، المقبول لغاية 139، فوق ال 139 لازم اخد دواء. واو. تاني واو. انا رحت حللت عشان بس حد يجيب معانا، الجماعه يجيبوا معانا ورقه وقلم. انا رحت حللت السكر. يلا يا جماعه جيبوا ورقه وقلم، شوفوا المصورين كلهم اهو، كل واحد شايل قلم وقاعد. 85 يا شباب، 85 الرقم ده. 85 ده اللي هو المثالي. تحت ال 85، تحت ال 85 مش هيجي لك امراض. تحت ال 85، من 70 ل 85 مش هتجي لك امراض مقاومه الانسولين. من 70 ل 85 احنا كده ممتازين خالص. طيب ما فوق ال 85، من 85 ل 110 طبيعي بس يعني حلو. بس خلي بالك احنا عاوزين تحت ال 85، عاوزين المثالي. من 110 ل 139 خلي بالك انت كده بنسميك ما قبل سكري. انت هنا خلي بالك دخلت في مرحله خطر جدا، نزول خطر. من 110 ل 135، فوق ال 135 سيادتك للاسف لازم تاخد دواء، انت كده مريض سكر لازم تتعالج. طيب اخصائي بالاعشاب والنباتات زي حضرتك يكون معايا، لازم يديني الوصفه او الصيدليه. حلو. من الاعشاب، لانه لسه فاضل من الوقت 3 دقائق تقريبا، انا عايزه بقى الصيدليه بتاعتي. احنا عندنا نباتات طبيه كتيره جدا، وانا كنت عاوز احكيها في الحلقه ان شاء الله اللي جايه، بتخفض سكر الدم. نباتات طبيه كتيره جدا جدا جدا. بس انت عندك اول هدف في علاج سكر الدم او علاج المتلازمه بتاعه الايض بقى، لان احنا قلنا قبل كده في الحلقات لو صحيح. حضرتك تفتكر ان احنا كنا بنتكلم في النقرس، قلنا النقرس اصلا هو وجه الاخر للكبد الدهني، هو الوجه الاخر لارتفاع انسولين الدم. اللي انت تعالج الكبد الدهني، اول نصيحه في علاج الكبد الدهني موجوده في كل الكتب، فيتامين إيه؟ ه، فيتامين اي باللغه الانجليزيه، اي إليفنت، تمام كده، او فيتامين ه. موجود فيتامين ه في كل الصيدليات، او بيسموه فيتامين اي، موجود الكبسولات بتاعته في كل الصيدليات. لو سمحت، لو سمحت، لو انت عندك كرش، لو سمحت لازم تاخد فيتامين اي يوميا. هو مش هزعلك في حاجه لو هتاخد الجرعه البسيطه اللي هي 400 وحده، مش هتزعل في حاجه، ده جرعه بسيطه جدا بس هتحميك كلية من الإصابة بسكر الدم. ده رقم واحد. رقم اتنين طبعا خليك الكركمين. خليك واحدة واحدة. الإي اتش موجودة في إيه في الأعشاب أصلا؟ فيتامين إي أو إليفنت، من إليفنت أو فيتامين ه، تمام كده، موجود بنسبة عالية جدا جدا جدا، بنسبة خطيرة، أعلى نسبة في العالم كله. وفي أي حاجة في الدنيا في جنين القمح. طب أهو ما عشان كده تاني. أيوه عشان كده إحنا ما عاوزينك. ممكن نجيب العيش ده موجود يعني؟ ايوه عشان كده عاوزينك تجيب العيش دايما، الحبوب الكامله. ما تجيبش تاكل الفريك والبرغل. ما هو الفريك والبرغل برضه لا فريك ولا برغل. لا لا، ده الفريك والبرغل ده معانا. ده معانا ولا مش معانا؟ هو الفريك والبرغل دول بيتعملوا من الحبايه الكامله. الفريك والبرغل، الفريك والبرغل والبليله والحبوب، اللي هو العيش بيتعمل بالحبوب الكامله. وجنين القمح ذات نفسه بيتباع، جنين القمح والزيت ذات نفسه بيتباع من دم تلين. في عيش اسمه عيش جنين قمح، الحبوب الكامله بيسموها البيبي بتاع القمح، يعني اللي جوه نونو. ما هو القمحايه جواها نونو. يعني الكلام اللي بيتقال ان هو بتاع الرغيف العيش بتاعنا اللي هو ابو رده ده، ده كارثه يعني، في سكر. هو انت القمحايه عندك ثلاث طبقات، حبايه القمح. قلت لنا المره اللي فاتت انا حافظاها، القشره اللي بره وده ليها رده اللي بنسميها السن، والبطن اللي جوه اللي هي فيها البروتين والنشويات. نعم. وبعدين البروتين والنشويات ده معمول لمين بقى؟ معمول لمين؟ في بيبي جوه نونو. النونو ده عشان انت ما بترميه في الارض، هو بيطلع بعد كده نبات. في قشره في جوه نونو صغير، ربنا خلي له النشويات والبروتين ده عشان ما يتزرع في الارض يعني ياكل. اللي بيقدر يدفع فلوس عشان يخش السوبر ماركت عشان يجيب ربطه العيش بتاعه النونو، هيقرا ايه بقى؟ حبه قمح كامله ولا طفل القمح ولا ايه بيبقى مكتوب عليه؟ جنين القمح. جنين القمح، جنين القمح، زي او حتى الويت جيرم اويل ده، او اللي هو زي جنين القمح ده موجود في كل الصيدليات. بس الفكره في فيتامين ايه، مش بس كمان يا مدام مدلين بيعالج الكبد الدهني، ده فيتامين ايه او فيتامين ه زي ما احنا بنقول. لا مش اتش، هو اتش ده حاجه ثانيه، بس هو اسمه فيتامين ه بالعربي او اي باللغه الانجليزيه عشان خاطر الجماعه اللي بره مصر اللي هم بيبقوا متابعين الحلقات. يعني موجود بكثره في كل الصيدليات، موجود في كل حته، وموجود في جنين القمح يا جماعه. طب غير جنين القمح بيخلي البشره ناعمه وجميله جدا 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 جدا، وبيخلي الشعر ناعم وجميل طول. حتى اول ما بلاقي حد عنده جفاف في البشره ولا جفاف في العين نقول له خد ايه، نقول له على طول انت عندك نقص. طب عندنا ايه غير لانه حكايه احنا حاجه ثانيه، نبات طب الناس كتير بتكرهه بس هو نبات خطير. يلا الحلبه. جميل. عاوزين نعرف ازاي نتغلب على رائحة الحلبة اللي بتطلع. ما هي المشكلة في الحلبة بس في الريحة يعني، في العرق والبول. أهم نقطة
انت ممكن تعملها اللي انت تداوم على شرب الحلبة. بعد اسبوعين من مداومتك بيبتدي الموضوع ده يقل جدا. يبقى ده رقم واحد. رقم اتنين، لا انا مش عاوز اصلا ولا يوم يطلع لي ريحه الحلبة في العرق عندي، عشان خاطر الموضوع بيبقى مقرف واحنا داخلين على الحر يعني. بناخد معاه بنشرب معاه نبات طبي اسمه نبات المرمريه. المرمريه. المرمريه بتمنع الى حد كبير جدا الريحه المستفزه بتاعه الحلبة. انا النهارده ما خدتش منك الروشتة الاعشاب الكامله. لا ازاي، انا عايزه غير هنشرح بالتفصيل حلقه كامله. طبعا انا ما نتكلمش عن بس ولكن نحط اساس. انت حطيت الاساس هو ايه؟ الاساس عارف مهما إيه؟ عملت النباتات الطبيه بدون ان انت تغير النمط الغذائي بتاعك في الفاضي. نغير نمطنا الغذائي، نحاول نركز ما يبقاش في نشويات. نحلل تحليل الانسولين، ونحلل الانسولين الصايم السكر الصايم عشان نطمن تحت ال 85 ساعه ل 85 عاوزين في الرينجلا. طب يعني في امل في شفاء طبعا، وليس تعايش مع السكر للابد طبعا. يعني ما ضمناش غير الاكل الحديث، العيش والبيبسي منظر دونات، ده مؤامره. دي مؤامره. مؤامره على الانسان المعاصر. كان معانا ومعاكم منورني في الاستوديو الاستاذ الدكتور احمد ابو النصر، اخصائي العلاج بالاعشاب والنباتات الطبيه. وانا لا امل واريد صيدليه كامله من النباتات والاعشاب في الحلقه اللي جايه. على راسي ان شاء الله. نتكلم عن دور النباتات الطبيه في علاج السكر بالتفصيل الحلقه الجايه ان شاء الله. مثل الورد.